آيات من هدي القرآن تخفى عن فهم الأذهان، تحتاج سنوات تبيان، فسرها صح، فسر بالعلم الوهاج، وانطق قولا بالمنهاج، وانشره نورا وسراج، فسرها صح، فسرها 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 صح. القرآن الكريم كتاب هداية، وهو روح وحياة ونور وضياء وشفاء ودواء، فوجب على الأمة تعظيمه والإقبال عليه، ومن تعظيمه فهم آياته ومعرفة معاني ألفاظه على الوجه الصحيح الذي يريده منزله جل وعلا. فسرها صح إثارة شيقة للروح والعقل للعودة للقرآن وفهم معانيه، إنه كلام رب العالمين فلنعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فسرها صح. هذا البرنامج اللي يتكلم عن تفسير المفردات القرآنية المتشابهة. سؤال اليوم، قال تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، ما معنى كلمة يغنوا؟ فسرها صح. قال تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، ما معنى كلمة يغنوا في الآية الكريمة؟ يعني فشلوا في المهمة هذه، يعني كذبوا شعيب، ما صادفهم شيء، يعني يم يسلموا أو يم ينجحوا فيها، يعني يصيروا عندهم أشياء وعندهم فلوس وعندهم زي كذا في القرية حقتهم في منطقتهم، يغنوا فيها، يعني يغنوا في كذبهم، و يعني إنه لم مثلا لم يتكاثروا أو لم تكثر بركتهم، أو خاسرين في الدنيا. قال تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، ما معنى كلمة يغنوا؟ يغنوا معناها يعيشوا في القرية التي كان فيها شعيب، لما كذبوه معناها ما يعيشوش، كانوا ما يعيشوش فيها. فعلا إجابة صحيحة. فسرها صح. إذن زي ما تابعنا مشاهدينا معنى كلمة يغنوا فيها في قوله تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي بمعنى كأنهم لم يقيموا أو يعيشوا فيها. وصلنا معكم بكذا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فسرها صح. إن شاء الله نشوفكم في حلقات مقبلة، في أمان الله. آيات من هدي القرآن تخفى عن فهم الأذهان، تحتاج سنوات تبيان، فسرها صح، فسر بالعلم الوهاج، وانطق قولا بالمنهاج، وانشره نورا وسراج، فسرها صح، فسرها 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 صح.